بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي وبناتي دارسي مادة الوسائط المتعددة، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من محاضرات الأونلاين لمادة الوسائط المتعددة. النهاردة هنتكلم مع بعض عن عناصر الوسائط المتعددة. تحتوي برامج الوسائط المتعددة على العديد من العناصر المتفاعلة التي تعمل معا أو بعضا منها في منظومات متكاملة تؤدي للوصول إلى التعبير عن موضوع أو فكرة أو تسعى لتحقيق هدف ما عن طريق عرض الكمبيوتر، وبذلك يمكن للوسائط أن تفتح عالما جديدا ينتشر فيه استخدام الحاسب على جميع المستويات التعليمية. ويمكن إجمالي تلك العناصر في النقاط التالية: أولا النصوص المكتوبة، ثانيا الصوت، ثالثا الرسوم الخطية، رابعا الرسوم الثابتة، خامسا الصور المتحركة، سادسا الرسوم المتحركة، سابعا الواقع الافتراضي. وقبل الاسترسال في العرض التفصيلي لعناصر الوسائط المتعددة، ينبغي الإشارة إلى أن العبرة في برمجيات الوسائط ليست في تعدد الوسائط بصرف النظر عن قيمتها في خدمة الموضوع المعروض وارتباطها بالمحتوى المراد عرضه ومتطلبات عرضه من صوت أو رسوم متحركة أو خلافه. وفيما يتعلق بنوعية الأهداف التعليمية المراد تحقيقها، ولذا ظهر الآن في مجال الوسائط المتعددة مفهوم المثالية. أول حاجة في عناصر الوسائط المتعددة النصوص المكتوبة. يقصد بالنص المكتوب كل ما تحويه الشاشة من بيانات مكتوبة تعرض على المتعلم أثناء تفاعله مع البرنامج، وتتكون من كلمات لنقل رسالة معينة، حيث تظهر النصوص المكتوبة على هيئة فقرات منظمة على الشاشة أو عناوين للأجزاء الرئيسية، أو لتوضيح أهداف البرنامج للمتعلم، أو لإعطاء إرشادات وتوجيهات عن البرنامج. وهناك عاملين مهمين يرتبطان بالنص المكتوب في برامج الوسائط. أولهما القابلية، وهي ترتبط بقدرة القارئ على أن يحدد بنجاح ويستخلص من النص ما يريده. ثانيهما الإنقرائية، وهي ترتبط بمدى السهولة في تفسير العلاقات الحادثة بين جمل النص ومكوناتها وسهولة فهمها واستعاداتها. وترتبط الإنقرائية بيسر القراءة، وهو الهدف الذي يتم تحقيقه باستخدام النص أو المتن الكتابي. وتأخذ النصوص المكتوبة أحد الأشكال التالية: النصوص المطبوعة، وهي النصوص المنقولة إلى الكمبيوتر عن طريق لوحة المفاتيح. النصوص الفائقة، وهي عملية الربط بين النصوص وكيفية إظهار أي نص أو إخفاء وإظهار غيره على الشاشة من خلال عملية الاتصالات. النصوص المنقولة باستخدام الماسح الضوئي، وفيه يتم نقل النصوص باستخدام الماسح الضوئي كصورة، ومع ذلك يمكن إجراء بعض التعديلات عليه حسب حاجة المستخدم وباستخدام برامج مناسبة. ويعتبر استخدام هذا العنصر مهما للغاية في توضيح بعض الموضوعات التي لا تعتمد على الصوت فقط، ولكن كلما تم التقليل من استخدام النص
قدر الإمكان وتعويض ذلك باستخدام الصور الثابتة والمتحركة كان ذلك أفضل. ويتم التعامل مع النصوص المكتوبة بالفارة أو لوحة المفاتيح. وفي هذا الصدد يوجد مجموعة من المعايير يجب مراعاتها عند كتابة النص. 1- بونت الكتابة للنص كبير. 2- تجنب استخدام الفقرات واستبدالها بعبارات تلغرافية. 3- استخدام سطور قصيرة في الفقرات. 4- الحرص على وضوح المعنى وعدم السرد. 5- وضوح العبارات المرتبطة ببعض متقاربة على الشاشة. 6- تجنب المبالغة في تمييز النص. 7- حجم الخط المثالي. يتأثر حجم الخط المثالي بعدة عوامل، منها حجم شاشة الكمبيوتر والكثافة النقطية للعرض. 2- بعد النصوص المكتوبة ناخد مع بعض الصوت. يضيف عنصر الصوت إلى برامج الوسائط بعدا مهما، ألا وهو الواقعية، من خلال مخاطبته لحاسة السمع لدى المتعلم. ومن ثم فإن عدم وجوده يقلل من تأثير برنامج الوسائط المتعددة. ويقصد بالصوت أحاديث مسموعة ومنطوقة بلغة ما تنبعث من السماعة الملحقة بجهاز الكمبيوتر، وذلك بغرض إعطاء توجيهات أو إرشادات للمتعلم أو توصيل معلومة أو مهارة معينة. وبذلك فهي تزيد من الفهم والتفاعل وتشد الانتباه. ويتم تسجيل اللغة المنطوقة على الكمبيوتر بصورة مباشرة من خلال شرائط كاسيت أو فيديو، أو إدخال الصوت مباشر من خلال ميكروفون. ويفضل عدم الجمع بين الصورة المكتوبة والمنطوقة، ويفضل استخدام كل منهما منفردا مع مراعاة الآتي: دقة وضوح الصوت وسهولة استقباله، تلافي عيوب التزامن. عند استخدام تعليق صوتي على صورة ثابتة يفضل التمهيد لموضوع الصورة ثم تظهر الصورة ويلي ذلك التعليق. يجب استخدام عناصر بصرية على الشاشة إلى جانب الصوت. ويأخذ الصوت في برامج الوسائط أشكال متعددة زي اللغة المنطوقة، وتتمثل في الحوار والتعليقات الصوتية والإرشادات والتوجيهات والشرح لمحتوى العرض بلغة ما. وعند تصميم اللغة المنطوقة ينبغي مراعاة الاعتبارات التالية: العمر الزمني للمستفيد، انفعال المتعلم وسرعة الصوت، اللغة ونطق الكلمات، دقة ووضوح الصوت، التنوع في نغمات الصوت. وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى بعض الإرشادات يجب مراعاتها عند توظيف اللغة المنطوقة، منها أن يتناسب الصوت مع الوظيفة التي يقدمها، عدم الإسراف في استخدام الرموز الصوتية غير اللفظية. 2- الموسيقى. تعد الموسيقى من أهم عناصر جذب الانتباه وإعطاء البرنامج قيمة، فقد توضح في مقدمة البرنامج أو في الفواصل بين أجزاء البرنامج. ويجب مراعاة الاعتبارات التالية عند توظيف الموسيقى في برامج الوسائط: تستخدم الموسيقى للتعزيز وكخلفية للبرنامج. الموسيقى المستخدمة كخلفية للبرنامج تهدف لربط عناصر البرنامج بعضها ببعض. يجب أن تظهر موسيقى الصوت تدريجيا وتختفي تدريجيا. عدم استخدام مقطوعات موسيقية مشهورة. عند ظهور رسالة هامة على الشاشة أو تقديم أسئلة يجب أن تختفي الموسيقى. 3- المؤثرات الصوتية. إضافة المؤثرات الصوتية كصوت الرياح والمطر والحيوانات وغيرها لعروض الوسائط تعطي بعدا جماليا، كما تساعد على توصيل الرسالة أو المعلومة إلى المتلقي بإشعاره بأنه بالقرب من الواقع.
ويجب مراعاة الاعتبارات التالية عند استخدام المؤثرات الصوتية. إذا استخدم المثير الصوتي كصوت بديل للبيئة الفعلية، فينبغي أن يكون بنفس المستوى الذي يتواجد عليه في الواقع دون المبالغة في حجم التأثيرات. إذا صاحب المؤثر الصوتي تعليق صوتي، يجب أن يكون المؤثر الصوتي في الخلفية أقل من حيث شدة الصوت من التعليق الصوتي. لا يفضل استخدام سطح الصوت مع المؤثرات الصوتية. المؤثرات الصوتية التي تكون في الخلفية كصوت مطر أو رياح يفضل أن تظهر وأن تختفي تدريجيا. يستخدم المؤثر الصوتي كنوع من أنواع التغذية الراجعة. وهناك إرشادات عامة لتوظيف الصوت في برامج الوسائط، منها: يجب أن يكون الصوت المستخدم متسقا مع الوظيفة المصاحبة له. عدم الإسراف في استخدام الرموز الصوتية غير اللفظية. تجنب استخدام ألحان متقاربة حتى لا يختلط معناها على المستخدم. تعريف الرموز الصوتية للمستخدم في البرنامج داخل المساعدات أو المرفقة في الكتيب المرفق للبرنامج. تمكين المستخدم من التحكم في الرسالة اللفظية بتقراء. الصوت المثير سريع الزوال ولكنه أكثر قدرة على جذب انتباه المستخدم. وهنا نأتي لمرحلة التعرف على الصوت. شهدت فترة التسعينات أول تعامل مع الأنظمة الصوتية المنطوقة بعدما بات في وقت من الأوقات حلم مبرمجي الحاسب الوصول إلى الطريقة التي تمكنهم من التحدث مع الحاسب والتخاطب معه. كان هذا العلم هو التعرف على الكلام الذي صار في بعض الدول المتقدمة وسيلة لإنجاز امتحانات الطلاب. وأيضا التعرف على الكلام هو أحد الخصائص التي أتت بها شركة مايكروسوفت، والتي جعلت من الممكن للمستخدمين إدخال النصوص وتنفيذ الأوامر والتحكم في النوافذ. والذي نريد الوصول إليه أن speech recognition أو معالجة الكلام هو أحد الأفرع الرئيسية لعلم الحاسب الآلي. وكلمة speech تعني كلام، أما voice تعني الأصوات بشكل عام. كما أن نظام التعرف على الكلام ينجز ثلاثة مهام أساسية منذ دخول الصوت إلى الحاسب ومن ثم معالجته. أول مهمة ليه هو pre-processing، ثاني مهمة هي recognition، ثالث مهمة هي الكوميونيكيشن. أولا pre-processing هي العملية التي تسبق المعالجة الأساسية للصوت، وهي عبارة عن تحويل الصوت المدخل إلى الحاسب بشكل يستطيع ريكوجنايزر التعامل معه، متمثلا في جزئين: الهاردوير والسوفتوير. السوفتوير وهي البرامج التي تعمل مع الإشارات الصوتية، والتعامل معها لابد أن تتم عملية البروسيسنج التي تتلخص في تحويل الإشارات الصوتية المدخلة إلى شكل ثنائي. لنبدأ بالعملية من البداية. الأول بتدخل عن طريق إشارات متصلة عن طريق أمبليتيود وتايم، والأمبليتيود هي قيمة الصوت عند لحظة ثمانية، بتبقى continuous signal ثم تتحول بعد ذلك إلى discrete signal. ولكي تتم عملية التحويل من continuous signal إلى discrete signal وهو ما يعرف بـ binary digital، حتى تكون في الصورة القابلة بأن يتعامل معها الحاسب، فإنه تتم بواسطة عملية الكوانتيزيشن، وهي عملية أخذ القيم المحصورة بين مستويين من الشكل السابق زي ما هو باين كده. وبذلك يتم تحويل الإشارة المتصلة الأنالوج سيجنال إلى إشارة متقطعة ديسكريت سيجنال، وبعدها عملية الكوانتيزيشن والتي بدورها تنتج الصيغة الثنائية، وهي الصورة الوحيدة التي يستطيع الحاسب التعامل معها. نأتي لوظيفة عملية البري بروسيسنج.
أولا تجميع البيانات واكتسابها، ومعنى جمع أشخاص معينين ذكور في أعمار متقاربة ونأخذ لهم بصمة صوتية. اتنين اكتشاف المسموع وغير مسموع، في حروف مسموعة زي الألف والواو والياء، وحروف غير مسموعة زي السين والشين، وهذه المسموعة لا تعني إنها لا تعطي نويز على الأمبليتيود ولكنها نويز ضعيف. ثلاثة تحديد بداية الكلام ونهايته، عند النطق توجد هناك فترات توقف عن الكلام، لكن فترات التوقف هذه كما قلنا تحتوي على إشارات ضعيفة. ومن ضمن الأشياء المستهدفة في المعالجة البروسيسنج هي تقليل كمية الحسابات والتي تتم عن طريق التخلص من الإشارات الغير ضرورية. أربعة التايب وبينج، مثلا لو عندنا مجموعة من الطالبات نطقوا كلمة واحدة زي الحمد لله، في هذه المرحلة عايزين ناخد كلمة الحمد لله يبقى لها بداية ولها نهاية، ده بتعمله عملية الطيب ويبينج. الفريمينج مثلا أثناء النطق بحرف معين، فإنه خلال فترة زمنية بسيطة جدا ستكون أعضاء النطق في ثبات غير ملحوظ، وهذه الفترة هي 20 ملي ثانية، وهي فترة صغيرة جدا تكاد لا تذكر. وبالتالي فإننا سوف نقسم السبيتش إلى مجموعة من الفرامات بحيث أن كل فرام عبارة عن 20 ملي ثانية، ثم نأخذ من كل فرام عينة تعبر عن خصائص الفرام بدلا من أن نأخذ الفرام ككل. ويند وينج، وبواسطة هذه المرحلة يتم التقليل من نسبة الخطأ التي قد تحدث نتيجة تقسيم موجات الكلام إلى فرامز. ميدولينج، المشكلة في السبيتش سيجنال إننا لا نستطيع أن نجعل الحاسب يتعامل مع الأنالوج سيجنال، ولذلك نقوم بتوصيف هذه الإشارات عن طريق جمع الملامح الثابتة. رقم 8 استخلاص المميزات، وهذه معنى الموديلينج، فهي التعبير عن الصوت بواسطة مجموعة من الصفات. وطبعا كلما زادت الصفات التي نقوم باستخلاصها من الصوت كلما كان التعرف على الصوت أسهل. ويمكن تصنيف التعرف على الصوت إلى Isolated Word Recognition، التعرف على كلمات منفصلة ومعزولة، Connected Word Recognition، التعرف على مجموعة من الكلمات بفواصل بوضع جملة أو نقطة ما بين كل كلمة وأخرى، Continuous Speech Recognition، التعرف على الكلام المتواصل، Speech Understanding، فهم الكلام بواسطة مترجمات، Word Spotting، للتنقيب عن الكلمات معينة. رقم 2 بعد مرحلة التعرف على الصوت، بعد مرحلة ريكوجنيشن بري بروسيسنج، هي ريكوجنيشن. ريكوجنيشن مرحلة التعرف على الصوت المدخل، وبيتم ذلك عن طريق مرحلتين ايدنتيفيكيشن وفيريفيكيشن. فالايدنتيفيكيشن نقدر نحدد صوت طالب اكس موجود ما بين الاصوات ام لا، اما الفيريفيكيشن هو التأكد من ان هذا الصوت اكس موجود. ثالث مرحلة هي عملية الكوميونيكيشن، وهي عملية الاتصال وإرسال الصوت إلى أنظمة السوفت وير والهارد وير التي تحتاجه. فإذا طبقت البصمتين مع وجود خطأ بسيط مسموح به، فإنه سيتم فتح باب قاعة كسكيورتي ممكن يتم عمله بعدة تقنيات منها بصمة العين والشفاه وغيرها. ولكن الصوت من الأشياء التي من الصعب وجود شبيه لها، حتى لو أتى نفس الشخص المدخل صوته في النظام وسجل صوته في كاسيت، وعند دخوله القاعة ندخل الصوت للنظام بواسطة هذا الكاسيت، فإنه لن يتم فتح الباب بسبب عدم تطابق البصمتين. إلى هنا أبنائي وبناتي الطلاب دارسي مادة الوسائط المتعددة
نكون قد انتهينا من المحاضرة الثانية واللي عرفنا فيها عناصر الوسائط المتعددة وسردناها بالتفصيل، وقمنا مع بعض بشرح عنصرين ألا وهما الصوت والنص المكتوب، وميزنا في النص المكتوب بين الإنقرائية والقابلية، وعرفنا الفرق بينهم. ثم اتكلمنا بعد كده عن عناصر النصوص المكتوبة، ثم اتكلمنا بعد كده عن الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند استخدام النصوص المكتوبة. بعد كده تعرفنا على الصوت، وتعرفنا على عناصره، وتعرفنا على معاييره، ثم اتكلمنا عن التعرف على الصوت اللي هو Speech Recognition System. تعرفنا على ثلاث مراحل Pre-Processing, Recognition وCommunication، وعرفنا خصائص كل مرحلة والتعرف عليها. إلى هنا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل بلقاء بكم في محاضرات قادمة في مادة الوسائط المتعددة، سواء كانت محاضرات مباشرة أو محاضرات أونلاين. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.